was very early this morning. We woke up. استيقظنا باكرا اليوم على غير العادة حتى نلتحق بالمطر. على كل الكل هنا، فعلينا أن نحضر للمباراة الصعبة للغاية. لم تكن تحضيرات مثالية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الفوز. نحن متعبون، ولكننا قدمنا إلى هنا مبكرا من أجل الاسترجاع والتعافي من التعب. اللاعبون بإمكانهم الاستراحة والاسترخاء في الحافلة في طريقنا نحو بجاية. فالحافلة المخصصة لنا حديثة وفيها الكثير من الرفاهية، كما يمكن للاعبين الاستمتاع بالموسيقى. أما عن المباراة فيمكنهم التفكير فيها غدا. نعم، نحن مستعدون للقاء. لقد أدينا مباراة جميلة في الذهب، لكننا نعلم أن بجاية فريق جيد للغاية، ونعرف أنهم مصممون على قلب النتيجة لصالحهم لصالحهم على ملعبهم. نحن نرغب في الفوز بالمباراة سواء لعبنا بطريقة هجومية أو دفاعية. عليك دائما أن تثق في قدرتك على الفوز. أنا معجب بمولودية بجاية. لقد شاهدت 3 أو 4 فيديوهات وأعتقد أنهم فريق جيد. وأعرف أن الكثير من الناس وقبل اللقاء يرون أن بجاية ستكون قوية جدا أمام الزمالك، وحتى في مصر كانوا أقوياء، لكننا لعبنا مباراة جيدة ويتوجب علينا أن نقدم أداء جيدا أيضا في مباراة العودة. نحن هنا لنتكلم عن كرة القدم. لقد وقعت في الفخ. إنها لعبة كرة القدم، وكرة القدم من المفترض أنها توحد الناس. نحن لا نريد أن نتورط في السياسة، نريد فقط أن نلعب مباراة بروح رياضية أمام بجاية، ونتمنى أن يفوز الفريق الأفضل. بتشرف أن أنا موجود أول مرة المرة دي على الجزائر، وحاسس أن احنا موجودين هنا في وسط أهلنا وفي وسط إخواتنا، وإن شاء الله بإذن الله نعمل مباراة كويسة تليق بفريقين كبار زي فريق نادي الزمالك وفريق مولوديه بجايه. النتيجه بقى دي بتاعت ربنا ان شاء الله باذن الله. كل واحد يامل ان شاء الله باذن الله انه يعمل نتيجه ايجابيه. احنا جايين وعاملين في حسابنا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونتاهل من هنا. اكيد فريق مولوديه بجايه برده عنده نفس الهدف الاحسن، واللي ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله يتاهل. وفريقين عربيين في النهايه مين فيهم يتاهل؟ ما يبقوا الاثنين واحد ان شاء الله باذن الله. والله هو ده حال الدربيات، موجوده في كل حته في العالم، وده شيء طبيعي طالما في اطار المنافسه في الملعب 90 دقيقه جوه الملعب. وضع طبيعي جدا، دي حاجه طبيعيه جدا. نامل من ربنا سبحانه وتعالى ان المباراه تتم بخير. عندنا يعني انا شخصيا متفائل جدا بالمباراه، ومتفائل ان المباراه ان شاء الله باذن الله تتم على خير. وانا شايف الاستقبال حاجه جميله جدا ومميزه جدا، والاخت اهدت لنا باخد ورد جميل، اخت مريم اهو. وان شاء الله باذن الله يبقى 90 دقيقه في الملعب، ما فيش مشكله مين يكسب في النهايه. المهم في النهايه ان الفريقين يخرجوا اخوات وحبايب. مين يتاهل الاحسن ربنا يكرمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ احمد، ذكرنا اول الاسم والمنصب بتاعك. احمد الخضري، رئيس المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك. اهلا بكم. كيف اشجنت الرحله بتاعكم؟ كيف استقبلتوا؟ لا طبعا يعني الاستقبال رائع، استقبال جميل، استقبال بالورود زي احنا ما شفنا، وهو يعني متوقع من بلد عريق زي الجزائر. وانا بس عايز اقول ان السوشيال ميديا هو اللي عامل قلق في القاهره، لكن احنا هنا جينا هنا وشفنا على ارض الواقع ان مفيش اي كلام من اللي هو اللي بيتردد ده. عايزين نقول في الاول وفي الاخر هي مباراه قويه. اللي يربح واللي يفوز اكيد هو اللي هيكمل يمثل للعرب في القاهره. فعلا انا كنت امبارح سهران مع الاستاذ مرتضى منصور رئيس النادي، وقال لي صم ان انا ابلغ تحياته لاهل الجزائر كلها واهل بجايه، وهو قال واكد ان هو متوقع وعلى يقين ان هيبقى في استقبال حافل باسم العريق الجزائر. عايز اقول ان الجزائر دلوقتي طبعا مباراه صعبه، والجهاز الفني للزمالك عارف ان هي مباراه صعبه، ان الجزائر دلوقتي بيعيش ازهى عصوره القرويه، بيرجع تاني بقى
86 على ما اتذكر بقى اللي هي اخر الثمانينات ده، انتعاشه ثانيه للكره الجزائريه. هي مباراه يعني عايز اقول يعني ايكوال 50% 50% الفرص متساويه. احنا جايين عارفين ان احنا بنقابل فريق عريق، فريق عنده انصار كتير، ولكن برضو الزمالك برضو اسمه جاي وجاي معاه دافين. ففي الاول وفي الاخر هي 90 دقيقه هي كره قدم، الفائز يبارك للفريق الثاني خالص، مفيش اي مشكله. شكرا، يعطيك الصحه. لك لاعبين في